بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين، وأرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ علي موحان. حياكم الله شيخنا العزيز. حياكم الله، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعم، تكلمنا في الحلقة السابقة حول القلب المحترق والحرارة الموجودة في قلوب المؤمنين تجاه سيد الشهداء سلام الله عليه، والحب المكتوم الموجود في قلوبهم والمرتبط بقضية الزيارة المباركة. شيخنا العزيز، المعروف أنه الزيارة تتكون من ثلاثة أركان. لو نرجع قليلا، ذكرنا في الحلقات الماضية أن الزيارة بمعناها اللغوي أنه شخص يقطع مسافة يذهب إلى شخص ليلقي السلام عليه، وبينا كيف أن هذه الزيارة بمعناها البسيط وصلت إلى هذا المعنى الكبير وهذه الزيارة المليونية. بلا شك أن الشخص عندما يقطع هذه المسافة ذاهبا إلى الشخص الذي يريد أن يلقي عليه التحية، بلا شك أن هذا الشخص المزور الذي يسمى المزور في اللغة له مقام. يا ريت شيخنا العزيز أن توضح لنا بهذا المحور. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين عليه السلام ومجاورة أخيها بالفضل صلوات الله وسلامه عليهما. شكرا لله، وأسأل الله أن لا يحرمنا هذه المجاورة في الدنيا وفي الآخرة. آمين آمين يا رب العالمين. آخر الكلام كان في ما تفضلتم به، أن هناك معرفة مكتومة ومحبة مكتومة، وأن هناك حرارة في قلوب المؤمنين، وأن هذه كلها من الجعل التكويني، أن الله عز وجل جعل هذه الأمور تكوينا في أنفس المؤمنين وفي قلوبهم. والمفروض أن هذا الجعل التكويني يعني معين ومساعد للمؤمن، أنه لكي يستدل على استقامته في الصراط ووصوله إلى النتيجة المطلوبة في هذه الدنيا. ف هذه الأشياء هي كالبوصلة صارت للدلالة. ومن ثم ذكرنا أن هذه الأشياء يعني كالأمر البديهي قابل لأن ينساه الإنسان أو يغفل عنه، وهذا أيضا ملتفت إليه من قبل الشارع، ولذلك جعل هناك جملة من الوسائل كما ذكرناها المنبهات، مجموعة منبهات. المفروض هذه هي التي يعني تظهر في نفس الإنسان يعني هذه الأشياء أو هذه الدلالات أو ما يعبر عنه يعني التوضيح بوصلته بشكل صحيح. فالمفروض الآن أن وسائل سيد الشهداء توصل الإنسان المفروض إلى أنه بهذه الممارسات العملية، وأن هذا منهج عملي، منهج سلوك عملي كامل، من خلال يعني اطمئناننا بالشارع أنه يوصل، هذا من سار بهذا المنهج العملي سيصل في النهاية إلى أنه يصبح صاحب استعداد لكي يفاض عليه من نعم الله ومن فضله علما ومقاما وقربا، بحيث أن الإنسان يعني بوجوده الضعيف في هذه الدنيا كماله وشدة وجوده مرهون ومرتبط بقوة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا أن هذه الوسائل يعني تبدأ من أدناها اللي هو التباكي، وتنتهي بالشهادة مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. أنا قبل أن أدخل في قضية المزور يعني مهم عندي أنه أن أذكر بعض الأمور المهمة. نعم تفضل. هذا التصاعد في الكمالات من التباكي إلى الاستشهاد، وكيف أن هذه الوسائل أنه من يرتبط بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم يعني يصل كأنه يزداد كمالا، بل يصل هناك جملة من النماذج التي تؤمن وتجعلك في اطمئنان أنك ستصل. مثلا أنه ما ورد في سيرة ميثم التمار رضوان الله عليه، أنه أمير المؤمنين عليه السلام عندما يعني أخبره بما سيقع عليه، وأنه أخبره بقصة موته، وأنه كيف سيصل، قصة استشهاده، كيف سيكون حال
وميثم كان يقول أنا أصبر إن شاء الله. فأمير المؤمنين سلام يعني عبر بهذا التعبير، قال إذن أنت معي في درجتي. عجيب أن يصل الإنسان أن يكون في درجة أمير المؤمنين، هذا هو الفوز العظيم. يعني أنت معي في درجتي، هذا نموذج من النماذج. النماذج أو النموذج الآخر يعني أنا أحب دائما أنه أذكره، الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه صاحب الحدائق. أنا مرة قرأت في يعني مقدمة من مقدمات كتاب الحدائق، يعني مقدمة قصدي أنه المطبع عندما تطبع تجعل مقدمة أحيانا لنفس المطبع للكاتب، لا الكاتب مقدمته مختلفة. نعم. مقدمة النفس الذي مثلا الذي حقق الكتاب أو الذي يعني جمع الكتاب. نعم. طبعه طباعة جديدة يعبر عنه بمقدمة التحقيق أو غيرها. مرة من المرات قرأت في مقدمة لطيفة جدا أنه المفارقة أن الشيخ رحمة الله عليه طبعا كتاب الحدائق قسم إلى 30 جزء، الجزئين الأخيرين ما كتبهن الشيخ، ما كمل، يعني لم يوفق لإتمام كتاب الحدائق، وإنما يعني ابن أخته هو اللي أكمل. فينقل صاحب المقدمة يقول أنه بعض طلبة الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه رآه في رؤية، هو المفروض مدفون عند سيد الشهداء صلوات الله وسلامه، فرآه مع الأصحاب، مع أصحاب الحسين عليه السلام، في درجة الأصحاب، مع الأصحاب. يعني هسه هو جغرافيا فعلا هو قبره بجوار قبر الأصحاب، لكنه واقعا رآه كأنه مع الأصحاب. فسأل الشيخ قال أنه يعني ما هو العمل العظيم الذي قمت به في هذه الدنيا حتى صرت في درجة الأصحاب، الأصحاب الذين قال فيهم ما سيد الشهداء سلام الله عليه ما رأيت أصحابا خيرا من أصحابي. فالشيخ كان يعني كأنه الجواب فيه شيء من اللطافة، أنه قال أنا لو كنت أتممت الحدائق لكان الآن يعني في أي مكان رأيتني الآن، يعني الآن تراني مع الأصحاب، كان المفروض لو أنا متم كتاب الحدائق لكنت مع الحسين عليه السلام. كأنه يفهم من كلامه أني مع الحسين عليه السلام في درجته، في درجته. كما أن ميثم التمار كان يعني مع أمير المؤمنين في درجته، المفروض أن الشيخ لو أكمل، وإن شاء الله بعد هذا اشتغال الطلبة في كتابه. شيخنا العزيز، تعرجا على هذا الكلام، حديث النبي صلى الله عليه وآله أنا وكافل اليتيم كهاتين. هذا أيضا استدلال، لابد هو في النهاية أنه النبي الأكرم إنما يعني يأخذ بيد أتباعه إلى المقام الذي وصل إليه، يعني إلى كماله الذي وصل إليه. إنه دليل لأي شيء، دليل للكمال الذي وصل إليه بالوسائل التي فهو يكشف لهم ذكر. أنه كيف نضع يدنا بيدك يا رسول الله، كيف نضع يدنا بيدك يا أبا عبد الله، يقول هذه هي الوسائل التي تجعلكم متبعين لي. هناك يعني مقطع جدا مهم في دعاء الصباح، عندما يصف أمير المؤمنين السلام يصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا ينفع أيضا في مقامنا الذي نتكلم فيه، يقول وصلي على الدليل إليك في الليل الأليل. يعني لابد أن الإنسان أن يعترف أن هذه الدنيا ليل أليل، وهو ما نعبر عنه أنه الظلمات التي يعني تحل بالناس، والمفروض أنه بسبب الفتن، بسبب هذا هؤلاء الحكام، التراكمات على المجتمع. فالمفروض أن النبي الأكرم هو الدليل، فالإنسان الذي لا يسلم ويعتقد هو أنه هو يستطيع أن يرى بعينه وأن يكتشف بنفسه، هذا خب لا يمكن أن يسلم يد بيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما دام يرى لنفسه قوة وقدرة. فالمفروض أنا في هذا الزمان، يعني الآن عندما أنا أرتبط بالحسين عليه السلام، يعني كأنما يقال له اذهب واكتشف بنفسك أنت، كأنه ختام المسألة سيكون هكذا، أن هذه الزيارة وجميع الوسائل التي تمارس مع سيد الشهداء هو نوع من أنواع وضع اليد بيد الحسين عليه السلام، وأننا نسلم للحسين أنه هو الدليل وهو المصباح وهو السفينة التي ستوصلنا إلى بر الأمان. وضع اليد بيد الحسين عليه السلام هو المؤمن، هو المنجي. فالمفروض أنه إلى أين سيأخذنا سيد الشهداء؟ المفروض إلى مقامه، والمفروض منا وهو محور حلقتنا مقام المزور، وهو مقام سيد الشهداء. كيف للإنسان أن يصل إلى هذا المقام بواسطة هذه الوسائل؟ أحسنتم. الآن يعني نبدأ خطوة بعد خطوة، يعني إن شاء الله نصل إلى هذه النتيجة، أن مقام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه المفروض أنه من أعظم المقامات باعتباره هو مقام الشهيد،
مقام الشهيد وكأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ورد عنه ما معناه أنه يشير للإمام صلوات الله وسلامه عليه ويقول له إن لك مقاما لا تناله إلا بشهادة. هذا مفروض أنه لا يمكن الوصول إلى هذه الدرجة إلا بشهادة. فإذا وصل سيد الشهداء إلى هذا اللي هو أشرف المقامات، تصور يعني نحن نأتي عندما نقرأ في زيارة عاشوراء وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند يعني الله. كل واحد من هؤلاء الزائرين المفروض يسعى إلى أن يصل إلى المقام المحمود، في حين أنه في أدبيات المخالفين أن المقام المحمود من مختصات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني لا يمكن لشخص أن يفكر مجرد تفكير بدليل القرآن الكريم أنه ذكر بل أنه مجرد تفكير محمود. لا يفكر أنه على هذه الوضاعة التي أنا فيها الآن وهذا التسافل والانشغال بالدنيا أنا ممكن أفكر في أن أصل إلى المقام المحمود وأكون مع النبي صلى الله عليه وآله، يعني في جواره في درجته. يقول القضية لو نظرت إليها من جهتك المفروض أنه لن تصل، لكنه لو نظرت إليها من جهة النبي الأكرم، من جهة نفس الدليل، من جهة الإمكانات التي للدليل، الدليل قابل أن يوصلك إلى أشرف ما وصل إليه، وإلا يصبح يعني نوع من أنواع التقصير في أداء مهمته. هو بيّن عندما جاء بالشريعة كأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يدعي، يقول أن هذه الشريعة التي جئتكم بها كأنها أنا الضامن لكم أنها توصلكم إلى المقام الذي أنا وصلت إليه. من يسير خلفي وعلى نهجي وبما جئت به من شرائع وأحكام وأحكام عبادية وأحكام شرعية وتعبدية، من يسير على هذا النهج فهو في درجتي، كأنما يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وآله. يعني عندما تقرأ الآن بهذا الشكل في حديث الإسراء والمعراج أنه عندما يمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في سماء مثلا ويجد مجموعة من الأنبياء يسمون بأسمائهم ويصلي بهم ويصعد إلى السماء الأخرى، هذه السماوات هي عبارة عن مقامات، يعني مقامات ما وصل إليه هذا النبي، نعم، ما وصل إليه النبي الآخر، نعم. فكل نبي يستطيع أن يوصل أتباعه ومن يسير خلفه إلى المقام الذي وصل إليه، لا يمكن أن يصل أبعد إلى المقام الذي كتب له عند الله، يعني حتى جبرائيل عليه السلام عندما تقرأ في هذه الروايات أنه عندما وصل إلى مقام معين المفروض قال أنه إلى أنا الآن من الآن فصاعدا بعد أنا لا أستطيع أن أتقدم خطوة واحدة، لو تقدمت لاحترقت، يعني هذه العبارات المشهورة. فالنبي الأكرم هو الذي تقدم، فالآن عندما يرجع النبي صلى الله عليه وآله تصور وصل إلى هذا المقام اللي هو يعني كان قاب قوسين أو أدنى ووصل إلى هذا المكان، يعني في الروايات هكذا يعني ورد ما معناه أن الصلاة التي هي وجه الدين، يعني كل التشريعات أو الغالب في التشريعات كان استلامها عن طريق الوحي أن جبرائيل ينزل بها، إلا الصلاة فإنها استلمت بالمباشرة من هذا المقام بالمباشرة. عندما تكتشف أن الصلاة على هذه العظمة أنها بالمباشرة بمعنى أنها هي التي توصل، عندما تسمع أن الصلاة معراج المؤمن وأنها قربان كل تقي، معنى أنه ترى لابد أن تكتشف هذه القضية لأنها شرعت أو وجهت بالمباشرة وعطيت بالمباشرة من دون واسطة، فهذا يكشف عن مقامها الكبير. أن النبي الأكرم يوم جاءنا بهذه الأفعال ظاهرها هين وبسيط لكنها في الميزان لا تضاهى، بل جزء من أجزائها التي هي سورة الفاتحة، المفروض عندما تقرأ يعني في كثير من الروايات يرد ما معناه أنه أن سورة الفاتحة هذه التي ترونها ألفاظ هذه في حقيقتها أنها هي الدرة من تحت عرش الله عز وجل، ولها ما لها من العجائب. أهديت للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، يعني منحة من الله عز وجل، والنبي الأكرم جاء بهذه المنحة التي أهداها الله عز وجل له وأعطاها لنا. أتيناك سبعا من المثاني. فتصور القضية أنه هذا الإعطاء للنبي كم ما هي عطية الله، يعني إذا كان فلان من الناس عندما يعطي المفروض يحاول أن يعطي شيء يليق بمقامه ومنزلته، كيف إن الله عز وجل إذا أعطى ولمن يعطي؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا العزيز، فاصل إن شاء الله ونستكمل أدراج الحديث إن شاء الله. مشاهدينا الأحبة، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
حياكم الله مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، ورجعنا إليكم ما بعد الفاصل في برنامج إضاءات في زيارة الأربعين، وأكرر ترحابي بضيفي فضيلة الشيخ علي موحان. حياكم الله شيخنا العزيز. كان الكلام حول مقام سيد الشهداء سلام الله عليه، وعرجنا على المقام المحمود الذي خص به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكيف أنه بالإمكان ويفهم مما ورد في الأثر أنه يستطيع الإنسان أن يكون في درجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومعه في الجنة. نعم شيخنا العزيز، قلنا أن الزيارة تتكون من ثلاثة أركان، وهي المزور وهو الشخص الذي يقصد له، والزائر والشخص الذي يقصد، والزيارة. ونحن في صدد بيان مقام المزور وهو سيد الشهداء سلام الله عليه. سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، المفروض أنه الآن يعني يفهم على أساس الذي ذكرناه أن الإنسان عندما يبدأ بهذه الوسائل وممارسة هذه الوسائل، الغاية الأساسية هو أن يرتبط بسيد الشهداء صلوات الله وسلم. هذا هو يعني كأنه لب الثمرة المرجوة من الزيارة، أنه يصبح ذاكرا للحسين كثيرا كثيرا، يذكر الحسين عليه السلام. إذا أصبح من الذاكرين كثيرا يصبح صاحب ملك. يعني كأنه يرد على ذهني أنه يعني بعض الأصحاب سأل الإمام الصادق عليه السلام، وكأنه هذا أيضا من المرتكزات كانت في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، يعني سأل الإمام قال أنا أذكر الحسين كثيرا، فعلمني علمني يعني دعاء وردا، أنه أصبح فيه من الذاكرين كثيرا. فالإمام عليه السلام يعني كأنه معنى الرواية أنه يوم أنس من هذا الرجل رجدا كأنه كشف له سرا عظيما. الآن هي واحد أيضا يتلفت أنه مجرد ألفاظ، لكنها في حقيقتها سر عظيم. عندما قاله الإمام عليه السلام قال إذا أردت أن تذكر الحسين عليه السلام كثيرا فقل صلى الله عليك يا أبا عبد الله ثلاثا، تكن ممن يذكر الحسين عليه السلام كثيرا. وذكر الحسين كثيرا هو في النهاية ذكر الله كثيرا، ذكر الحسين الموجودة ما بين ذكر الله كثيرا. فالوصول الآن يعني إذا وصلنا إلى هذه النتيجة أن هذه الوسائل هي للارتباط بالحسين عليه السلام، المفروض أنه نبدأ بتحليل عملية الزيارة كعنوان عام، لأننا نريد أن نصل في النهاية إلى زيارة الأربعين التي هي عنوان خاص من الزيارة. تحليل معنى الزيارة يعني كما يذكر في اللغة أنه يعني هذه الحركة من شخص إلى جهة أو شخص، وإلقاء التحية على ذلك الشخص كما ذكرنا يعني في الحلقات السابقة. يكشف أن هناك أنه ثلاثة أركان في هذه المسألة، أنه قضية الزائر والمزور والمفروض الذي بينهما والزيارة. الذي هي الزيارة. فنبدأ الآن إن شاء الله في بيان يعني من هو المزور في الزيارة. المزور يعني بالعادة أن يكون يعني شخص له يعني مقام ما عندك، له شأن عندك، وإلا يعني كيف تتكلف العناء للذهاب إلى شخص ما وتلقي عليه التحية وترجع؟ هذا لابد أن يكون له مقام معين، وهذا المعروف والشائع فيما بيننا. يعني الآن إذا شخص أراد أن يذهب إلى شخص ثاني، لابد أن هناك قضاء حاجة، أو مثلا هناك زيارة، وصل رحم، بالتالي الشخص المزور لديه مقام، لابد أن يكون له مقام معين. هسه على أقل التقديرات تكلف العناء لإلقاء التحية هذا فيه كلفة وفيه يعني عناء معين، المفروض أنه لابد أن يكون الطرف الآخر يعني موازيا لهذه الكلفة والمشقة التي نبذلها. على العموم فهناك يعني ممكن أن يبحث في قضية أن المزور نبدأ من النبي الأكرم وصولا إلى آخر المعصومين عليه السلام، لكنه نحن باعتبار أنه كلامنا في سيد الشهداء نتحدث في زيارة الحسين عليه السلام. من هو الحسين عليه السلام؟ الآن عندما يتوجه الزائر المفروض وتسأله أنه إلى أين، يقول إلى الحسين عليه السلام. فيمكن أن يسأل أنه يعني ما الذي يحركك إلى الحسين عليه السلام؟ أنا أقف عند نقطة هنا لابد أنه تبين بشكل يعني لطيف ودقيق. في بحث العقائد هناك طرح أنه
العقائد غير الأحكام الشرعية، غير الفقه. في العقائد، في الفقه يمكن أن يكون إنسان مقلدا لشخص آخر، لكنه في العقائد يقولون لا، لابد للإنسان أن يكون مجتهدا في العقيدة. فيأتي الإشكال المشهور أنه هذه المرأة العجوز مثلا، أو هذا الشيخ الكبير ابن الريف ابن البادية الذي لا يجيد العربية، الذي لا يحسن القراءة، لا يحسن الكتابة، يعني هذا كيف توجهون أمره؟ يعني كيف تقبلون هذه الدعوة أنه لابد أن يكون مجتهد؟ مجتهد بمعنى عالم، يعلم. فالحل المثالي يعني في هذه الإشكالية ودفعها، أنه عندما نقول أنه لابد أن يكون عالما، بمعنى أن العلم عندما يقسمون إلى العلم إجمالي وعلم تفصيلي، أو أن هناك مرحلة في العلم، أن إنسان عندما تسأله، عندما قلنا أن هذه قضية وجدانية في الوجدان، في الوجدان، هذه أشبه بالبديهيات أصلا، لا تحتاج إلى أنه ينظر. بلي، المشكلة الأساسية التي يقع فيها مثلا، تقع فيها المرأة العجوز، أنها لا تقوى على أن تنظر لعقيدتها، بخلاف المتعلم مثلا. عدم التنظير لا يعني أنها ليست بعالمة، لا يعني النفي، يعني نحن كأننا نوقع أنفسنا بتهافت كبير إذا قلنا أن هذه المرأة لابد أنه تأتي وتبحث وتنظر، يعني ولابد أن تدرس وتتعلم. له القضية مو بهذا الشكل، يعني تحبون أن تبينون أنه هي عالمة بعقائدها وهذا يكفيها. كل هؤلاء الناس المفروض يعلمون، لكنه الآن يعني كلامنا في هذا المقام أنه غير قادر على التنظير. عندما تسألهم أنه إلى أين، يقولون إلى سيد الشهداء، إلى الحسين عليه السلام. يقول أنت تعرف من هو الحسين عليه السلام؟ فقد يعجز عن أن يعبر، أقصى ولكن ما يعبر. في وجدانه، في عقيدته، لو تكلمت معه مثلا تقول له موجود. أنت تقصد هكذا؟ يقول نعم أقصد هكذا، نعم أقصد هكذا. لو تتكلم في فضاء يعني سيد الشهداء يعني إلى الصباح، يوافقك الرأي، يسلم ويقر بكل هذه الفضائل. فنحن من هذا الباب، أنه من باب بيان الفضائل، لا أننا ندعي أنه من عرف هذه الفضائل المفروض هو العالم، ومن لا يعرف هذه الفضائل المفروض ليس بعالم. هو عارف بهذه الفضائل، لكنه لا يقوى على أن ينظر عن هذه الفضائل. معرفته بسيد الشهداء أنها معرفة وجدانية. فنحن سننتخب يعني جزءا من زيارة من الزيارات التي تبين مقام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أيضا يفتح لنا باب أيضا للمناقشة بشكل يعني جدي في مسألة مهمة، أنه الآن عندما نريد أن نعرف من هو الحسين عليه السلام، قبل أن ندخل في هذه المعرفة، كأنه ذكرنا هذه القضية أيضا، أنه على كل من يريد أن يبحث في سيد الشهداء عليه أن يجعل في نفسه هذه المقدمة، يعني أولا أنه أنت مقدم على عدل القرآن، وأن عدل القرآن لا يحاط به، كما أنه لا يحاط بالقرآن، كما أن القرآن الكريم لا تنهى، لا تنفذ ولا تفنى عجائبه، ومع كل تطور يظهر القرآن الكريم بعجائب جديدة. فالحسين سلام الله عليه هو نفس الكلام فيه، بعدل القرآن المفروض أنه لا يحاط به، وأنه كل ما يتكلم به. والآن كأنه إذا إن شاء الله يعني وفقنا في بقية هذا الوقت نبين هذه النقطة. من يريد أن يتعرف على سيد الشهداء يمكن أن يأخذ هذه الجنبة في زيارة وارف، وهي أنه الآن عندما تأتي وتسلم على سيد الشهداء بهذه الأوصاف، أنه وراثة من آدم عليه السلام وصولا إلى السيدة الطاهرة الزهراء عليه السلام، أنه رؤوس الأنبياء المفروض هو ورثهم، وورث النبي الأكرم، وورث أمير المؤمنين، ورث الحسن عليه السلام، ورث الزهراء عليه السلام. فهذه الوراثة المفروض يعني كيف تعامل؟ أول الأمر، أنا سأنقل لكم رأي يعني بعض الأعلام في هذه المسألة، لكنه في النهاية يعني هذا الرأي يعني ممكن أن يقال أنه يعني ليس كلاما برهانيا، هو تنظير، وجه التفسير، يعني محاولة أنه ينظر جهة مع جهة أخرى، يقول هذه الجهة نظير هذه الجهة، فهذه الجهة تمتلك هذه الخصوصية، المفروض هذه الجهة تمتلك هذه الخصوصية. يعني نحار في هذه المفردة، أنه ماذا يعني أن الحسين عليه السلام وارث، يرث آدم عليه السلام، هناك بعد زماني بينه وبين آدم عليه السلام، وارث لعيسى عليه السلام، بعد نسبي بينه وبين عيسى عليه السلام، وبعد زماني كذلك بين يعني بينه وبين عيسى عليه السلام.
أي شيء يرث يقول قطعا هو لا يرث مالا منه. وإن كنا يعني نقول أن الأنبياء يعني وإن كنا لا نقول أنهم لا يورثون أموالهم كما يقول بعض الآخر يعني لا يورثون، لكنه أن يرث من آدم عليه السلام مالا هذا مستبعد، هذا الاحتمال مستبعد، الوراثة المادية. فإذا كان لا يرث منه يعني لا يرث منه مالا، فما هي ما الذي سيرثه؟ هذا واحد. الأدق يعني في المسألة وين؟ الأدق في المسألة أنه زيارة وارث يعني مختصة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه. نعم هناك نص يمكن أن يقال أنه يشمل باقي المعصومين، إلا أنه بعض العلماء يقول هذا النص ضعيف، لذلك أعرض عنه العلماء ولم يأخذوا به، وأخذ بالوجه الخصوص هذا النص صار مختصا بالحسين عليه السلام. فالمفروض عليك أن تسأل أنه ما هي الخصوصية التي ورثها الإمام صلوات الله وسلامه عليه من آدم عليه السلام، ما هي الخصوصية التي ورثها من نوح عليه السلام مثلا. فنبدأ مثلا من إبراهيم عليه السلام، ما الذي ورثه الإمام الحسين عليه السلام؟ يقول مثلا أنه ورث الإمامة من إبراهيم عليه السلام، باعتبار أنه مقام ومنصب كبير ناله إبراهيم عليه السلام بعد أن طوى يعني مسار تكاملي طويل. يقول لا، ليس من المختصات. الإمام الحسين عليه السلام إمام، أمير المؤمنين إمام، الحسن عليه السلام إمام، هي وصولا إلى الإمام عجل الله فرج الشريف. كان يكون هناك تشابه ما بين قصة نبي الله إبراهيم سلام الله عليه حينما أخذ الفأس وكسر الأصنام بقضية سيد الشهداء سلام الله عليه. والآن يبدأ الكلام بهذه النقطة، يعني إذا 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 نفينا يعني أو أنه لا ننتفع من الصفة العامة، هناك صفة عامة من الصفة المادية يرثها المعصوم. لا عفوا، أن مثلا الإمام الحسن ورث الإمامة والإمام الجواد ورث الإمامة، فمعنى أن هذه القضية ليست مختصة بالحسين عليه السلام، مع أنه ندعي أن هذه الزيارة مختصة بالحسين عليه السلام. وكون هذه الزيارة مختصة بالحسين عليه السلام معنى أن هذه الصفات مختصة. نعم. يعني هذا هو يراد لمؤونة طويلة حتى يثبت طبعا، ولكنه تسلسل الكلام يعني هكذا، أن هذه الزيارة يدعى أنها مختصة بالحسين عليه السلام باعتبار أن الزيارة الأخرى يعني زيارة ضعيفة لم يؤخذ بها، ولكون هذه الزيارة مختصة معناه أنه ما ورد فيها لابد أن يكون من مختصات سيد الشهداء. كل الصفات التي كانت موجودة في هؤلاء الأسماء التي ذكرت من آدم وانتهاء بالسيدة الزهراء هي موجودة في الحسين سلام الله عليه. لابد أن تأخذ خصوصية، لأنه كثير من الأوصاف التي لآدم موجودة في باقي الأئمة عليهم السلام، كثير من الصفات الموجودة في إبراهيم عليه السلام موجودة في باقي الأئمة عليهم السلام، ولكن على وجه مخصوص لابد أن تبحث الآن. يأتي البحث الآن أنه يعني عندما تأتي إلى مفسري هذه الزيارة كيف تفسرون هذه الزيارة، يقول لابد في البداية أن نفتح يعني كأنه نفتح ملف لنبي الله آدم. نعم. شيخنا العزيز، هذا الملف وهذا الاستكمال نفتحه في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن لم يكن لكم مانع. شكرا جزيلا لكم لوجودكم معنا في هذا البرنامج. نعم مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة، إن شاء الله نلتقيكم في الحلقات القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.